أصدقائي أهلاً بكم في قناة بوشي تي في. قبل ما بلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لي لايك وتنشروا بين رفقاتكم. الفيديو اليوم رح أحكي لكم عن أفضل الأفلام التركية الرومانسية. فيلم أنت منزلي، عرض الفيلم عام 2012 وبتدور القصة حول الحب الحقيقي اللي بيأتي مرة واحدة بالحياة، لكن لسوء الحظ ما بيمنحهم المرض فرصة ليكونوا سعداء مع بعض نتيجة إصابة أحدهم بمرض يهدد حياتهم. الفيلم من بطولة أوزغان دينيز، فخرية أوجين وغيرهم كتير. فيلم مربى التين، تم عرض الفيلم عام 2011 بتدور القصة في ليلة من اليأس والإحباط اللي بيعاني منها متين بعد رفض أعماله باستمرار بسبب النصوص اللي عم يكتبها. بينتهي متين في حانة، هنيك بيلتقى فتاة تدعى دويكو، وبعد قضاء الليل معا تمشي في الصباح قبل أن يستيقظ وتترك له فقط رسالة قصيرة. في المرة التالية التي يلتقيان فيها تحدث أشياء غريبة وأسرار تجعله يتابعها، لكن ما اكتشفه سيكون بداية حب أبدي بينهم. الفيلم من بطولة سليم أكجول وغيرهم كتير. فيلم رومانتيك كوميدي، تم عرضه عام 2010 وبتدور القصة حيث تعيش إسراء اللي بتعمل في شركة لوجستية مع صديقتها ديدين في نفس المنزل، وبتدرك في حفل صديقتها زينب أنها عم تعيش حياة لم تكن تريدها أبدا، لذلك قررت أنه تبدأ حياة جديدة من اليوم التالي وبتترك وظيفتها وبتقطع علاقتها مع صديقة. وللاحتفال بهذا القرار بتخرج مع صديقتها ديديم ليلا، وبعد أن ثملت بتجد نفسها في سيارة شخص ما في نهاية الليل. هون رح تلتقي إسراء وديديم بشكل مفاجئ مع الرجال اللي التقوا فيهم هديك الليلة مرة تانية، وهون رح تتغير حياتها بشكل جذري. الفيلم من بطولة سيديب إيفيتشي، سيمال هونال وغيرهم كتير. فيلم هذا هو الشعور بالوحدة هنا، عرض الفيلم تم في عام 2013 بتدور القصة حيث تتجنب عازفة الجيتار المتقاعدة معاناة أزمات منتصف العمر من خلال قضاء الوقت مع ابنتها وتعليم الأطفال كيفية العزف على الجيتار. ومع هيك بيأتي أخيرا حل أزمته هو من خلال التعرف على صديق جديد. الفيلم من بطولة إنجين ألتان، أوزغون أمال وغيرهم كتير. فيلم المدير يريد نهاية سعيدة، تم عرض الفيلم عام 2014 وبتدور القصة حيث يتم إرسال سينان إلى كابادوكيا من قبل رئيسه في العمل لكتابة السيناريو، وأثناء انتظاره للإلهام بيجد سينان نفسه يركض أولا إلى نجم المسلسل فاروق وهو صديقه السابق الجيد وعدوه الحالي، وما بيمدى وقت كتير طويل قبل أن يصبح سائق التاكسي لقمان وهو مزارع محلي ومربي خيول جزءا من حياة سينان وسيناريوته. وعلى الرغم من أن المغامرات الوفيرة بين المداخن السحرية والبالونات الملونة وفي مهرجان العنب السنوي يصبح الفيلم لجميع المشاركين، إلا أن النهاية السعيدة التي ينتظرها الرئيس لا تحدث أبدا، لكن الرئيس بيصر على نهايته السعيدة وعلى سينان أنه يكتب هاي النهاية. الفيلم من بطولة تولجا جيفيغ، إيزجي مولا وغيرهم كتير. فيلم سلام، تم عرض الفيلم عام 2014 بتدور القصة إلى أحداث حقيقية كانت جارية أكثر من 20 عاما، يغادر فيها عدد من الشباب الذين يحبون السلام والإنسانية دولهم للتدريس والمساعدة والعيش في بلدان لم يسمعوا بها من قبل. هاي هي قصة الناس اللي بيعيشوا من أجل مثلهم الأعلى ومساعدة غيرهم من الناس قبل أنفسهم، واللي بيتركوا عائلتهم وأحبابهم وأصدقائهم وبلادهم ويوضعوا كل هذا على الطريق. كان لديهم تضحية وحب في قلوبهم وسلام وكلام طيب في ألسنتهم. هذا في الواقع هو مجرد ثلاثة أمثلة على القصص الواقعية التي لا تصدق واللي بيعيش المعلمون المخلصون في جميع أنحاء العالم. الفيلم من بطولة بورسين عبد الله وغيره كتير. فيلم إذا نسيت فهمس،
عرض الفيلم عام 2014، وبتدور القصة حيث تعود مغنية البوب القديمة اللي عانت من مرض الزهايمر إلى منزلها القديم، حيث تتذكر أيامها القديمة في تسلق سلالم الشهرة والثروة أثناء محاولتها التعامل مع أختها الكبيرة اللي بتحمل المسؤولية عن حياتها المدمرة. الفيلم من بطولة فرح زينب عبد الله، محمد جونسور وغيرهم. فيلم لطيف وخطير. تم عرض الفيلم عام 2015، وبتدور القصة حول زيليز التي على وشك بدء زواج لا تريده ودخولها إلى عالم لا تنتمي إليه، فماذا ستفعل زيليز؟ الفيلم من بطولة إيتشا توران، شكري أوزيلديز وغيرهم كتير. فيلم ما تبقى من كلي. تم عرضه عام 2015، وبتدور القصة حول أوزغور، الصبي الصغير الذي فقد والديه منذ الطفولة لكنه كان ورثاً لثروة جده، لكن جده وضع له شرط وهو أنه يعيش بعض الوقت في قرية جده وإلا سيتم التبرع به لجمعية خيرية. بيذهب أوزغور إلى تلك القرية وبيصطدم بفتاة تسمى أليف وتنشأ بينهم قصة حب. الفيلم من بطولة نسليهان أتاغول، إيكين كوتش وغيرهم كتير. فيلم جنون العسل. تم عرضه عام 2015، وبتدور القصة حول شابين بيتعرفوا على بعض، ويتعرف هذان الشابان على كيفية تشكيل مستقبلهما وفقا للحب وتحديد مهنتهم. لكن هنا تحدث المفاجأة، حيث أن أحدهم يرى نفسه مضطرا إلى أن يقرر ما إذا كان سيعيش بسعادة مع زوجته وحبيبته أم لا، مع احتمالية إزاء أو التضحية بنفسها من أجل سلامته بدافع الحب. هذا الفيلم قصته كتير حزينة بس كتير مذهلة، فما تشوفوه بالليل حتى تقدروا تناموا، وهو بعد من أحد أفضل الأفلام التركية الرومانسية على الإطلاق. أصدقائي، هاد كان فيديو اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايك تنشروا بين رفقاتكم. We'll be right back.